نستطيع أن نؤكده الآن هو أن حسب مكتب الشرف أي مكتب الشرطة تم أخذ هذه الصورة الفوتوغرافية للرئيس ترامب. إذن ترامب لديه الآن سجل بصورة فوتوغرافية في هذا السجن، أما يسمى بالماغ شوت. نعرف أيضا بأنه كانت هناك بيانات أملاها الرئيس مثل وزنه، لون عينيه، لون شعره، طوله، كل هذه المعلومات. ونؤكد أيضا بأنه دفع الغرامة 200,000 دولار أمريكي تمت بكفالة وخرج طبعا من السجن. نسمع أنصار الرئيس الآن قريبين مني يرددون هتافات يدعمون الرئيس